أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشية الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي اليوم في الاستوديو. بالبداية مع الصحفي الكاتب الصحفي محمد المشعد، حياك الله معنا. الله يحييك، يسعد صباحك أستاذ سعود، وأهلا وسهلا بالمشاهدين، شكرا على هذه الاستضافة الطيبة. حياك الله معنا، وأيضا في الطرف الآخر من الاستوديو معنا رسام الكاريكاتير المبدع كالعادة كل خميس معنا محمد ثلاب. يا هلا حياكم. إذن مشاهدينا بعد الفاصل نبدأ معكم بصحافتنا المحلية. نبدأ جولتنا مشاهدينا من صحيفة السياسة وهذا المانشيت: سمو الأمير رفع العلم في بيان إذانا ببدء الأعياد الوطنية بحضور رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين في الدولة. في نفس السياق كتبت صحيفة الجريدة أن محافظات الكويت الست احتفت بمراسم رفع العلم إذانا باحتفالاتها بالذكرى 63 للعيد الوطني و 33 ليوم التحرير. إذن شهدنا يوم أمس يعني احتفالات رفع العلم بالكويت، نتحدث عن هذه الرمزية الوطنية للعلم أستاذ محمد، ما دلالات هذا الاحتفال بهذه المناسبة كل عام؟ نعم، أولا أقول كل عام وديرتنا الحبيبة بخير وبأمن وأمان، والله يدوم الخير على الكويت وعلى أهلها ويحفظ قيادتنا السياسية. طبعا تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح مشكورا أمس برفع العلم وإعلان أن الكويت دخلت شهر احتفال وطني حقيقي. احنا كنا شفنا لحظة تسليم العلم من العسكري إلى صاحب السمو، أن صاحب السمو قاعد يغب العلم ويدعي صحيح. وأنا لا أعلم ولكن أعرف أن سموه قال اللهم احفظ الكويت وأهلها وكل من يقيم على أرضها وعنا على خدمة الكويت ووحد قلوبنا على الخير. رفع العلم أنا أقول الغرض، أول غرض منا أولا لنعيد حساباتنا مع بلدنا خلال السنة شنو قدمنا للكويت، كل واحد من مكانه ومن مسؤوليته ومن واجبه، إن كان في عمل إن كان في بيت إن كان حتى في عمل خاص، ماذا قدمنا للكويت، ماذا ممكن أضفنا برصيد الكويت حتى نأتي اليوم ونحتفل فيها. طبعا الاحتفال هي من جزئين، 63 سنة على الاستغلال و 33 سنة على التحرير. نعم. أيضا لابد أن احنا نفكر من 33 سنة شنو كان وضعنا قبلها بساعات وبعد التحرير بساعات، حتى وقت التحرير احنا كنا من الناس الموجودين استانسنا على قولة الواحد طار من الفرحة، ولكن أيضا كان التحرير يصطحب بآلام، ناس مفقودين، بلد احتلت، دمار، حرب صارت، الكويت عمرها ما تحب الحروب حتى لو لصالحها، ولكن شيء أجبرت عليه. لذلك رفع العلم لازم يكون بداية جديدة، احنا شلون نحتفل وطننا. أستاذ سعود هذه يعني ثقافة لا يحتاج أن يتعلمها الشعب الكويتي، لأن احنا في السبعينات دشينا احتفاليات العيد الوطني، الأوبريتات الغنائية صحيح. مظاهر الاحتفال، ولكن نتمنى أن رفع العلم مو معناه أن احنا ممكن نخالف الوطن ونضر الوطن في سلوكيات في الشارع أو احتفالات ما هي ما تمثل صلة بالوطنية وهالأمور. فلنعتبر من أمس احتفالية من نوع آخر بعيد عن أي سلبية. أيضا نشارك أيضا مشاهدينا الطرف الآخر من استوديو رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، نتحدث عن فكرة أولية لرسمة كاريكاتير اليوم، تفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الكاريكاتير اليوم يتكلم عن انطلاق احتفالات العيادة الوطنية ورفع علم الكويت، فسوينا كاريكاتير وطني إن شاء الله نشوفه في نهاية البرنامج بإذن الله. نتحدث عنه بشكل تفصيلي أكثر معك إن شاء الله في ختام البرنامج. أما الآن مشاهدينا نذهب إلى ماشيت آخر في صحيفة الأنباء: صاحب السمو يحضر مأدبة غداء على شرف سموه في عزايز بحضور رئيس مجلس أمناء صندوق وقفية القدس الأمير تركي الفيصل. وفي صحيفة الرأي نقرأ هذا الماشيت والعناوين الشارحة له: في بيان مشترك صدر بختام زيارة سمو الأمير للمملكة، الكويت والسعودية تؤكدان على الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية
أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وأكدا على أهمية توسيع التعاون والشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين. وشدد الجانبان على أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة. إذن ما هي قراءتك لهذا البيان الختامي الذي صدر بمناسبة طبعا زيارة دولة لسمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى الرياض، وأبرز الخطوط العريضة في هذا البيان؟ نعم، طبعا هذه الزيارة الرائعة الأخوية ما هي غريبة على البلدين، فالثوابت في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت هي 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 القاعدة وهي الكفيلة بأن تشرح أي زيارة إن كان من الجانب الكويتي للمملكة أو العكس. حقيقة عمق العلاقات، وإحنا إن نتكلم أيضا في مناسبة قادمة 33 سنة على التحرير، العمق الاستراتيجي الذي تشكله المملكة العربية السعودية للكويت بان واضحا بعد 2/8. وأنا أستذكر كلمات المغفور له خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك بن عبد العزيز رحمة الله عليه، لما قال ترجع الكويت، يا احنا مع الكويت، وفي الكويت احنا موجودين، ما في الكويت احنا مو موجودين، ترجع الكويت. والمملكة العربية السعودية من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها جبهة لصالح الكويت، لان يعني خاصة مع اجتماع جلالة رحمة الله عليه مع رحمة الله عليه سمو الامير الشيخ جابر الاحمد في الطائف، كان يعني موقف الكويت ان احنا راح نكلف عليكم في هذا الموقف عبء. قال لا يا ابو مبارك، الكويت راح ترجع وترجع ان شاء الله بعون من رب العالمين وبعزيمه اهله، واحنا معاكم، لن ننسى موقف المملكه العربيه السعوديه على راس كل المواقف. اذا البيان المشترك اللي صدر هذا نابع من اسس حقيقيه موجوده وان شاء الله دائمه، لذلك يعني تتميز هذه العلاقة، لا يوجد يعني مثيلها كثير من العلاقات حول العالم. الله يدوم المحبة والأخوة، وإحنا الرابط في الأصل في العرب دين نسابة بين الشعبين، هذه كلها تدخل في ثوابت العلاقات، فالله يديم المحبة وإن شاء الله دائما من هاللقاءات الحلوة اللي تسر الخاطر إن شاء الله. نذهب معكم مع سادة المشاهدين إلى صحيفة الصباح، ونقلت قول وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الأنشطة المدرسية تسهم في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والمشاركة المجتمعية لتساهم في بناء جيل يحمل فخرا وولاء لوطنه ويشعر بالمسؤولية نحو تطويره. في صحيفة الوسط نقرأ خبرا حول تأكيد السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس أنه بدءا من اليوم أصبح المواطنون الكويتيون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والأردنيون الآخرون مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني، والذي يمكن استخدامها للسفر إلى المملكة المتحدة في 22 فبراير 2024 أو بعده. خبر آخر في صحيفة القبس حول إصدار مدير البلدية العام قرارا بشأن تنظيم أماكن الشواء داخل الأماكن العامة والساحات والمرافق والواجهات البحرية والأراضي العامة، حيث تقرر السماح بالشواء في الفترة من 1 نوفمبر إلى 31 شهر مارس من كل سنة على أن يكون من الساعة 12 ظهرا أو حتى الساعة 4 عصرا. مشاهدينا ماشية الصحافة مستمر معكم، بعد هذا الفاصل نتجه وياكم إلى الصحف العربية والعالمية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وهذه قراءة تحليلية في أبرز ماشيتات الصحف العربية والعالمية، والبداية من النهار اللبنانية التي عنونت الجيش الإسرائيلي يعلن إغراق أنفاق في غزة بالمياه لوقف هجمات حماس. وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض والتي يستخدمها عناصر حماس لشن هجمات على إسرائيل. وأفادت دراسة
نشرها معهد مودرن وور انستيتوت في الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت أن هناك 1300 نفق تمتد على مسافة أكثر من 500 كيلومتر في القطاع الفلسطيني. إذن هذه أول مرة يعترف فيها الجيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المياه لإغراق أنفاق غزة، هل هذا الإجراء برأيك ممكن عمليا؟ طبعا هو إذا أعلنها الآن وهذا من يأس، هو حاول ويت تأكيدات أن هذا راح يؤثر على ما أقول البنية التحتية، على طبيعة الجيولوجية للأرض، لأن هناك أنفاق، وسبحان الله يعني الفطنة التي جبل عليها أبناء غزة في حفر الأنفاق شيء مذهل أمانة. يعني اعترفت مصادر رسمية في الكيان الصهيوني أن بعض الأنفاق دشت تحت أماكن استراتيجية إسرائيلية، وأنا أتابع هالشيء وكنت معجب جدا أو عرفت الأنفاق لما نتذكر الخمس معتقلين هربوا من السجن عن طريق حفرة لا يمر منها الطفل في وسط سكنة من الخرسانة، لكن للأسف بعدين ألقوا القبض عليهم. أنا دائما أقول في هذا الصياغ، إذا أنت إسرائيل لن تستطيع العمل بغرق كامل للأنفاق، أنا ما أقول مكلف ولا يحتاجون ماي، لأن هم ما عندهم خريطة واضحة للأنفاق، فإذا النفق امتلأ وبعدين يا حاجز من الأرض ما يمد إلى النفق الثاني، لأن الأنفاق غير متصلة. نعم إيه؟ نعم. لذلك أنا دائما أقولها، إذا تبون بواسل حماس يتركون الأنفاق، اتركوا الطيران والدبابات، اتركوا المساعدة الخارجية، واجههم رجل لرجل، وبعدها لكل حدث حديث. نعم. إذا نذهب معك إلى الأهرام المصرية ونطالع فيها، خبراء بالأمم المتحدة حكموا محكمة العدل الدولية يوفر الأمل لحماية المدنيين في غزة، وذكرت الصحيفة أن خبراء بالأمم المتحدة قالوا أن الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوفر أول أمل ملموس لحماية المدنيين في غزة الذين يعانون من ظروف إنسانية مروعة ودمار وقتل جماعي وجرح وصدمات لا يمكن إصلاحها. وأكد الخبراء في بيان لهم في جنيف أن الحكم يعد علامة بارزة في نضال الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود من أجل العدالة. هذا الحكم من محكمة العدل الدولية برأيك هل يتوقع أن يصنع الفارق ويكون سببا في انتهاء هذه الحرب؟ يعني الحكم يثلج الصدر، ولكن دائما في تنفيذ الحكم طالما هناك إسرائيل عندها باكب خارجي، ولا ألف حكم للأسف ممكن يفيد. نعم مشكورة جنوب أفريقيا، تبنت قضية جنوب أفريقيا الفلسطينية، ترافعت، خذت حكم بإدانة الممارسات. الآن الكيان الصهيوني طبعا قاعد يضرب المدنيين، تعرف أنا أمانة يعني جتني تغريدة من شخص يعيش في الولايات المتحدة يقول اللي غايض إسرائيل إن شعب غزة يتقبل هذه الضربات، ولا واحد قال شوفوا سووا فينا حماس. أمانة كبار وصغار، رجال ونساء، وأنا أوجه لهم من خلال دولة الكويت اللي راح توقف معاكم للأبد كما وقفت مع القضية الفلسطينية وكل قضية فلسطينية، احنا فخورين فيكم، نهيتوا العام بعملية باسلة هزت كيان ومضاجع الصهاينة، عكستوا كيف أن الإعلام الصهيوني صار أكثر إعلام يكذب عفوا بالكلمة ويلف ويدور، هزيتوا أركان قادة الجيش الإسرائيلي، وهناك شغلة ترعبهم، صمود أهل غزة والله يعينهم ويرحم شهيدهم ويشفي مصابهم، والمسافة صفر. المسافة صفر هذه ستدرس في كبار كليات العسكرية بالعالم، وأنا مثل ما قلت أستاذ سعود اترك الآلية قابلني رجل لرجل، وإحنا ثقتنا ببواسل حماس كبيرة جدا أن هم سيلقنونهم ضربات، ما يمكن لو كان الجراوند انفيجن اللي هو الهجوم البري لو كان حدث، طبعا يأتهم نصائح خارجية، لا ممكن ينتصرون بالآلية، ولكن يد الله فوقهم جميعا، ولكن مثل ما يقول إخواننا المصريين راح يلقنون الإسرائيليين علقة كويسة.
إذا نذهب إلى صحيفة الشروق الجزائرية التي عنونت مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع بيان بادرت به الجزائر، وذكرت الصحيفة أن أعضاء مجلس الأمن الدولي صوتوا بالإجماع على مشروع بيان صحفي بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك حول غزة، وشدد هذا البيان على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الصهيوني الغاشم. وحث البيان جميع الأطراف على التعاون مع كبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. إذن برأيك هل يمكن أن يضيف هذا التصويت بمجلس الأمن دفعا جديدا مع قرار محكمة العدل ويتسبب أيضا هو في إيقاف الحرب في قطاع غزة؟ نعم، وكل ما كثرت القرارات ضدهم أكيد راح يحرك ساكن باتجاه ما، ولكن الآن يعني الكيان الصهيوني قاعد يشتغل بطريقة أنه يبي يضرب العصب الحساس اللي هو ضرب المدنيين. طبعا أنا أجزم واللي قاعد نشوفه بقنوات الإخبار وشبكات الإخبار أن البنية التحتية في غزة تدمرت تماما، لكن احنا عندنا العنصر البشري، الأنصار يدخلون المستشفيات ويقتالون الأهالي المرضى، في ناس يعني بين الحياة والموت دشوا يقتالونهم. بالفعل احنا نحتاج قرارات، بس قرارات بتنفذ، لذلك الدبلوماسية العربية لازم تعمل دورها أكثر. العلاقات الموجودة مع بعض الدول مع كيان الصهيوني لازم تستقل في وقف هذه الأمور، هي راح تكون أقوى من القرارات. نعم. أيضا في نفس السياق نذهب إلى القدس العربي ونقرأ فيها: الصحة العالمية، وقف تمويل الأونروا ستكون له عواقب كارثية على سكان غزة. وتقول الصحيفة أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة سيكون له عواقب كارثية على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب. برأيك إلى ماذا يهدف هذا الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي من وراء استهداف مراكز لواء الأونروا ومحاولة حتى إخراجها من قطاع غزة؟ نعم، هو ترى كان في سطو مسلح على المستشفيات. نعم، على 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 ما تحتوي من مواد مادية لإغاثة المصابين في غزة. فطبعا وقوف هذا يعني اعتراض كامل على المتحدة، يعني هذا بحد ذاته يجعل الأمم المتحدة تدين الكيان الإسرائيلي 100%، ويعني حتى تفرض عليه عقوبات ويفترض يكون ضد حشد عسكري عالمي مثل أي دولة تخترق أو تحتل، لأن هني تطاول حتى على قرار في الأمم المتحدة من خلال إنشاء هذه المنظمة اللي إنشأت 1950 لإغاثة لاجئي فلسطين. نعم، نذهب إلى صحيفة الأيام البحرينية ونطالع فيها: ثلاث مراحل تنتهي بانسحاب إسرائيل من القطاع، تفاصيل صفقة جديدة لوقف الحرب بغزة. وذكرت الصحيفة أن مصدرا فلسطينيا أعلن أن هناك توافقا على تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة تبادل جديدة محتملة للأسرى بين إسرائيل وحماس. ودخلت صفقة التبادل الجديدة المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس مرحلة جديدة بعد تسرب معلومات عن اتفاق مفاوضين من إسرائيل وأمريكا ومصر وقطر في اجتماع بباريس على إطار لها يتضمن هدة في حرب غزة. الغد الأردنية عنونت: الأمم المتحدة لا قوات حفظ السلام أممية في غزة. وذكرت الصحيفة أن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لم يقترح على مجلس الأمن إنشاء قوة حفظ سلام لحماية الفلسطينيين في غزة. وأضاف دوجاريك أن هدف الأمم المتحدة في الوقت الحالي هو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وزيادة حجم ونوعية المساعدات المقدمة والتوصل إلى حل سياسي يعيدنا إلى حل الدولتين. أما في ليبراسيون الفرنسية عنونت: يستبيحون كل شيء، اغتيال
ثلاثي في مستشفى بجنين. ونقلت الصحيفة عملية اغتيال إسرائيلي 3 أعضاء من حركة حماس بالضفة الغربية، وذلك عن طريق فرقة كوماندوز من جيش الاحتلال يرتدي أعضاؤها ملابس مدنية أو ملابس أفراد الرعاية الصحية في مستشفى بن سينا بمدينة جنين. واستعرضت الصحيفة كيف دخل 10 أشخاص بينهم 3 نساء عبر غرفة الطوارئ، واتجه جزء من المجموعة نحو المصاعد وذهبوا إلى الطابق الثالث، ودخلوا على الفور إلى الغرفة رقم 376 دون أن يطرقوا الباب، وأطلقوا النار مرات عدة بأسلحة مزودة بكاتم للصوت، فقتل الرجال 3 الذين كانوا نائمين هناك. هذه العمليات الإجرامية الواضحة، وأغلبنا شاهدناها هذه المشاهد عبر كاميرات الخاصة للأمن في المستشفيات، يعني ألا يمكن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي عليها؟ يعني أنا قاعد أشوف، يمكن نشوف ببعض الأفلام يدش ويذبح ويمشي ويطلع متنكرين في زي. نعم هذه مو أول مرة. لذلك أنا أتذكر أحد الأخوات في الهيئة الطبية في لقاء تقول احنا حتى يدشون يشبهون بعضهم، يشبهون ابناء غزة، يخوفوننا. لذلك هم عملية ان احنا نسحب المصابين تكون بطيئة نوعا ما بسبب ما ندري منه يكون موجود في وسط فوضى وغارة توها تصير، وناس جايبة هلع جايبة جرحاها. يعني ما أدري، ترى العالم شعوب العالم غير راضية بما يحدث من الصهاينة. إحنا نتكلم موقف حكومات. نعم. يعني هم الآن يستبعدون أن يقومون أبطال حماس بطوفان الأقصى، لكن أنتوا سويتوا قبلها، والآن إيش قاعد تسوون؟ قاعد تنتقمون من المدنيين حتى أنكم تخشون تواجهون حماس حتى لو كان عندكم الغلبة في الآلية العسكرية. نعم. نذهب إلى موضوع آخر في الواشنطن بوست ونقرأ فيها: دائرة العنف في الشرق الأوسط تزداد اتساعا. وذكرت الصحيفة أن الأحداث في الشرق الأوسط تتسارع بشكل مقلق في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واشتعال بؤر التوتر بالمنطقة، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي لحث الأطراف المتنازعة على ضبط النفس. وأضافت أن قطاع الشحن العالمي أصيب بالشلل جراء هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، مما حدا بواشنطن وبعض حلفائها إلى استهداف مواقع تابعة لهذه الجماعة. إذن الحديث هنا دائما على اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، هل ممكن ذلك برأيك؟ نعم، لأن الآن ما يسلكه الحوثيون حرب عصابات نفس ما كان من سنين قراصنة الصومال. نعم قراصنة الصومال. نعم. وعانت منها البحرية الأمريكية التجارية. نعم. إلى أن خذوا قرار. الآن يمكن الحوثيين ببراعة أكثر من الصوماليين، وعندهم مساحة جغرافية بحرية أكثر. نعم. عندهم تضاريس جبالية أكثر. يجب أن يتم القضاء على هذا، لأن هذا لو اتسع ممكن يمتد لا سمح الله إلى داخل الخليج العربي عن طريق خليج عمان ويدش داخل الخليج العربي. لذلك هذا كان من ضمن المواضيع اللي ناقشتها القيادتين السياسيتين في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، لأن الخطر قائم. كنا نعتقد أنه وقف الخطر، لا، هم لا يستطيعون إلا أن يعيشوا حرب عصابات، وقاعد يتحدون دول لها بعد استراتيجي كبير. نعم. مثل الولايات المتحدة. نذهب إلى بلومبرغ الأمريكية مشاهدينا ونقرأ فيها: أردوغان سيزور مصر لتحسين العلاقات. وذكرت بلومبرغ نقلا عن مسؤولين أتراك مطلعين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر الشهر المقبل في مسعى لاستعادة العلاقات بعد أكثر من 10 سنوات من توتر العلاقات. وأضافت أنه من المتوقع أن تركز المحادثات بين أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب. مشاهدينا، وصل وإياكم إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم مشاهدينا من صحيفة القدس العربي للكاتب جلبير الأشقر بعنوان:
حرب الإبادة الأخرى والتواطؤ الإقليمي. وتقول الصحيفة: بينما تدور رحى حرب الإبادة الجماعية التي تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتستأثر بقسط كبير ومستحق من الاهتمام العالمي، حتى ولو كان قسم غير متناسب من هذا الاهتمام، خاصة بالدولة الصهيونية وبعلاقتها وبعرابها الأمريكي، بدل أن ينصب في المقام الأول على مصير شعب غزة المنكوب، ثمة حرب إبادة جماعية أخرى جارية في منطقتنا في سياق حرب أهلية طاحنة يكاد لا يوجد لها أي صدى في الأعلام العالمي بما فيه الأعلام العربي. إنها حرب الإبادة الجديدة التي تخوضها قوات الدعم السريع في دارفور في سياق الحرب الدائرة بين ورثة عمر البشير التي تدمر السودان بأسره. ويضيف الكاتب: فيما نعمل بإلحاح على إدانة العدوان الصهيوني على غزة والمطالبة بوضع حد له على الفور، يتوجب علينا ألا ننسى ما يجري في السودان ونذكر به باستمرار، والحال أن حرب السودان ضربت هي أيضا رقما قياسيا في أن عدد المهجرين النازحين داخل البلاد بات يناهز 10 ملايين، بما يجعله الأكبر في العالم حسب مصادر الأمم المتحدة، وقد نزح ثلثا هذا العدد أي ما يفوق 6 ملايين منذ بداية الحرب الأهلية الجديدة في ربيع العام الماضي، فضلا عن المهجرين إلى خارج الأراضي السودانية منذ ذلك التاريخ، ويبلغ عددهم 1.5 مليون. نذهب معكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى فقرة الكاريكاتير مع الطرف الآخر من الاستوديو، رسام الكاريكاتير المبدع محمد ثلاب. محمد، تحدث الآن عن الرسمة بشكل تفصيلي أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير مثل ما قلنا قبل شوي عن إعلان الاحتفالات بالأعياد الوطنية، احتفالية جميلة سنويا قاعد نقدمها في هذه الأيام الجميلة. نلاحظ دائما علم الكويت يعني مرفرف في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وأيضا البيوت بشكل جميل، وايضا هناك ايضا الاطفال نلاحظهم في الايام القادمه، نشوفهم قاعدين لابسين اعلام الكويت، وايضا المدارس راح نشوفها في احتفاليات، وهذا دلاله كبيره على حب اهل الكويت للكويت، فنسال الله ان يحفظ الكويت من كل شر. اللهم امين. رسمه فسوينا هذا الكاريكاتير مثل ما نشوفه، اللي هو الايد يعني مثل القلب على علم الكويت، وايضا كتابه في الزاويه علمنا عالي، بالفعل علمنا عاليه. استاذ محمد ثلاب، رسمه جدا معبره وجميله. ايضا اشارك ضيفي الكاتب الصحفي محمد المشعل، تعليقك على هذه الكاريكاتير. يعني شيء جميل جدا، لما نصورها امانه، ويا ريت فعلا اذا القلوب تحتضن العلم تعمل على احترام هذا العلم وتحتفل احتفال يليق بالكويت. نعم. كبلد فعلا رائع، بلد نطالع الله ونطالع الكويت. اذا خلي الكويت تفرح بالشكل الصحيح، وهالرسمه اللي تسمي دينك استاذ محمد اكيد راح يشاهدونها الكثير ويعجب فيها الكبير والصغير. نعم. لذلك ان شاء الله نعيش هذا الشهر بفرح، ويطمننا رب العالمين على اشقائنا في غزه وكل الوطن العربي، ونعيش بسلام، يحفظ صاحب السمو ويحفظ كل من يعمل للكويت وكل من يعيش على أرض الكويت. نعم. بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني أن أشكر ضيفي، كان معي في الاستوديو الكاتب الصحفي محمد المشعل. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم جميعا. شكرا. والشكر موصول لرسام الكاريكاتير المبدع محمد ثلاب، عساك على القوة. مشكورين، يعطيكم العافية. شكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، نلقاكم في بداية الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.